والآن نتحول إلى أهم أنباء المال والأعمال في نشاط السادسة. باقة من الأخبار الاقتصادية بصحبة محمد عبد الله، إليك محمد. شكرا محمد وشكرا الهام. ومشاهدينا الآن إلى أخبار الاقتصاد محليا وعربيا وعالميا. أهلا بكم. أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تحسن أداء مصر في تقرير التنمية لعام 2023 الذي يستعرض أداء الدول تجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويصدر التقرير عن جامعة كامبريدج بالتعاون مع مؤسسة SDSN الألمانية وشبكة حلول التنمية المستدامة تحت رعاية الأمم المتحدة. وتقدمت مصر في مؤشر أهداف التنمية المستدامة لعام 2023 ستة مراكز، حيث احتلت المرتبة 81 في عام 2023 من بين 166 دولة تضمنها التقرير، مقارنة بالمرتبة 87 في عام 2022 من بين 163 دولة. كما ارتفعت درجة مصر في المؤشر محققة 69.6 درجات في عام 2023 مقابل 68.7 في عام 2022، بما يعكس مجهودات مصر الحثيثة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. التقى وفد المنطقة الاقتصادية بقناة السويس بعدد من ممثلي الشركات الهندية في مومباي. تأتي هذه اللقاءات في إطار حرص المنطقة الاقتصادية على استقطاب عدد من الاستثمارات الهندية بشرق بورسعيد ضمن استراتيجية الدولة والتوجه نحو تصنيع الوسائل صديقة للبيئة. قام وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا بافتتاح محطة التموين المتكاملة غازتك لتموين السيارات بالغاز الطبيعي بمنطقة وسط القاهرة. جاء ذلك في إطار الخطة القومية للدولة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي. استكمالا للخطة اللي بدأناها في التركيز على تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط كجزء من الخدمات المؤداة للمواطنين كوقود بديل من ضمن الاختيارات للعملاء وقائدي السيارات، يبقى عندهم بنزين وعندهم سولار وكمان عندهم غاز طبيعي. فيبقى ميزة الغاز الطبيعي ان هو زي ما اتفقنا ان هو سعره ارخص، وكانت الفكرة ان احنا نحاول نخلي كمان ان هو متوافر في كل المحافظات وفي كل الطرق وفي كل المحطات. زي ما بندخل محطة بنلاقي بنزين 80 و92 و95 وبنلاقي سولار، كمان عايزين ندخل نلاقي غاز طبيعي. ده اللي احنا بنعمله، وبناء عليه في آخر 3 سنين الحمد لله باستهداف 1000 محطة. الحمد لله احنا النهاردة نقدر نقول ان احنا 1000 محطة خلاص اتحددوا وبنشتغل فيهم كلهم. النهاردة احنا يمكن تجاوزنا 750 محطة شغالة بتقدم خدمة غاز طبيعي مضغوط للسيارات في كل محافظات الجمهورية. في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط مسجلة خسارة أسبوعية وسط قلق المستثمرين من احتمال أن يؤدي رفع أسعار الفائدة لتراجع الطلب على النفط، رغم بوادر على انخفاض الإمدادات من بينها تراجع مخزون النفط الخام الأمريكي. وتراجع مزيج برنت ب4% ليصل إلى 73.85 دولارا للبرميل. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط نصف درجة مئوية ليصل إلى 69.16 دولارا للبرميل. وانخفضت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.91% لتصل إلى $2.42 للتر، بينما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 4.64% لتصل إلى $2.73 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ذكرت وزارة الاقتصاد الإسبانية أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد عاد لمستواه المسجل خلال فترة ما قبل وباء كورونا، أي قبل 3.5 سنوات. ووفق المعهد الوطني الإسباني للإحصاء نما الناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا بنسبة 6% بين مطلع العام ومارس، وهو ما يضع إسبانيا ضمن مجموعة البلدان الأعلى نشاطا في منطقة اليورو. We'll be right back.
نهاية أخبار اقتصاد من جديد، أعود إلى ريهام ومحمد. شكرا لك محمد.